صباح الخير، راح نقدم اليوم بوكي 10 وردات مع جبس وفيل وخضار. وأول خطوة نحضر الوردات 10 وردات أو يعني حسب طلب الزبون، يعني مرات 5 وردات أو 3 وردات، بس اليوم راح نسوي بوكي 10 وردات. نحتاج مقص وشريط لاصق وجبس وفيل وخضار. راح نبدي أول خطوة بالوردة، راح ناخذ وردتين ونربطهم بشريط لاصق. يعني من نربط بشريط لاصق راح يكون الورد جاي بصفه عدلة، يعني لازم وردتين ونربطهم يعني كي واحد يسيطر أكثر. حاليا كملت الوردات وراح احط الجبس وفيل، راح ادخل وياه جبس وفيل لون ابيض. حاليا اول فقره انه لازم نقطع الجبس وفيل ونسويه بطريقه مدوره، يعني بهذا الشكل، وهم نربطه بشريط لاصق. نحطه بهذا الديزاين. وهكذا لحد ما نكمل الدائرة. وهاي آخر قطعة. وهسه راح نستخدم ورق الطوي يعني كإضافة تجميل أكثر. نطويه بهاي الطريقة ونستخدم له شريط لاصق أو كابسة يعني حسب. نطويه من هاي الجهة، يعني هاي الجهة تكون على الوردات. حاليا صار بهذا الشكل، يعني صار حجمه أكبر. وهسه راح نستخدم التغليف. التغليف يكون بهذا الشكل، يعني هو يجي هيج وراح نطويه هيج. راح نسوي احنا اليوم التغليف مدور، يعني فراح نقصه من الوسط ونخليه بهذا الديزاين، يعني يكون منه نطيه يعني الطول الكافي هيج مثلا. بس احنا بظهر البوكي يكون يعني الجلاد الاول اعلى والثاني، وراح نبدا ندرج به، يعني الثاني يكون انصى وهكذا. الثاني شويه نص يعني حتى نبدا يفتغ البوكي يصير مدور. من نبدا نوصل هاي المرحله راح نغير طريقه الجلاد، يعني ندور البوكي اكثر، فراح نحطه بهاي الطريقه. حنسوي هيك يعني شلون كأنه جاي زاوية مثلا، نحط له شريط لاصق منه يعني كواحد يسيطر أكثر، يكون بهذا الشكل تقريبا. هاي البوكيه يعني نفس القصة، يعني الإجلاد كله ينقص بهاي الطريقة. آخر إجلاد راح نسويه بهاي الطريقة، نسوي طويات 2 يعني ونحطه بهذا الديزاين، يعني هيك يكون. حاليا كملنا البوكيه تخلص، فهسه راح نحط له الشريط. والزايد من الشريط نقصه بهاي الطريقة، المعطر مالته يعني كلمعة.